شو مسيك شو فازك بشت صان ديال الدار وصافي والله انا ما عنديش مع الكلاب ما عنديش مع الكلاب لكن ما عنديش غنديروا واحد الكارتون تما واحد البراكه عندي تم نديروا فيها وصافي قدام الدار تي ندير له شي شوار نشفو نطي هي كل وندي الشتا دابا كتصب يعني في بلاصه غادي يغوت لا ما نسدش عليه لا انتم تشوفوا الخوت راه الشتا خيط من السما هادشي اللي كتبان لكم في التليفون شمسي كان كيفاش داير شوف لقيتو فازك مسكين ما عندو ما ياكل ما عندو ما يلبس اي بتبرى غير نموت بالشتا هذا مسكين راه يتيم راه قال لي واحد الدري راه مات تم انا ما كنبغيش ندخل الكلاب للدار ولكن هذا غندخلو نديرو شي شوار ناكلو نشوف فين بيتو مسكين خوت والخوت الكل هي مسكينه وصل للدار انا وصلت للدار كنتمنى من الله ما كيقول لك لي الدار اللي كيدخلوا ليها الكلام ما كيدخلوش ليها الملائكه كنتمنى من الله ما يطبقش عليا هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل راه مسكين نشوف كيفاش حالته فاز كيقدر وربما تجوع ما كلاش واخا قال لي واحد الدري راه جاب لي شي واحد ياكل ما نعرف غنشوفو دابا واحد الشيفون والشيشوار وغنشوف فين غندير مسكين مع هاد البرد هذا فهاد الليلة هادي الشتا كتصب عندنا الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى تبقى تصب الشتا تتشبع الارض ومبروك المنتخب المغربي التأهل المهم انتم الخوت انا نشوفو انا انتم تشوفو كيفاش غندير لي مسكين غنشفو ونعطي ونشوف فين بيت ونعطي ياكل مسكين الكليب الخوت شوف كيفاش داير فازك مسكين يترعد شوف يترعد بالبرد غنشفو بهذا الشيفون بهذا الثوب هذا ولا سميتو وندير له الشيشوار مسكين حتى نشفو بعدا نزيد له الشيشوار راه فاز كيقطر راه ما عندو شم والله ما عندو بم وكان كيعرج مسكين رجلي ما شكون اللي ضربو ولا ما عرفت كنحنو على هاد الحيوانات الحمد لله الله يجعلها ميزان حسناتنا يا رب مسكين راه بغيت نصايب ليهم واحد الصندوق ديال الخشب الكبير ندير فيها المشاش الصراحة تا مرة كيفزقو ليا برا كاين اللي مخليته برا كيفزق فريد دخل شوية يعني دخل شي ثلاثة نتمنى من الله حن علينا الله دابا الخوت انتما كتشوفو نشفتو شوية غندير ليه الشوار باش ينشف الشيشوار راه ما سخونش بزاف ما دايلوش ديك الطرارات الحراره السخونيه بزاف يا حيو مسكين كيخاف من الصوت واخا يشوف مسكين كيفاش داير كيبغي يهرب
خوت الكليب ديالنا والحمد لله نشف، انتما كتشوفوا اللهم لك الحمد نشف ولا مزيان صح الحمد لله. دابا غنديرو فواحد الكارطون ونخلي نيت فهاد الشيبون هذا فهاد الشال هذا ما سميتو، حتى توبين عاد فيه مسكين، وحط واحد الباب برا تنشوف كي غندير ليه مسكين غدا، ونعطيه ياكل بلاتي شوية ونشوف الا بغا ياكل انا نجيبو ليه ياكل. هو مسكين كياكل، عطيتو الدجاج تا هو كياكل ونجيب له يشرب. خوتي بارطاجيو بحال هاد الحوايج، الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هاد الشيء هذا باش الانسان يستافد شويه ويعتني بالحيوانات. راه الشتا برا الحمد لله على الشتا، اللهم لك الحمد على الحيوانات وكيتكرسوا ديال بصح، ويقدر يدير شي شويه ديال الخير واخا الماكل برا في الشارع يعطيهم ياكل. خوتي بلا ما نطول عليكم الفيديو، هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف، الله يرحم الوالدين، مع السلامه.